الحمد لله لقد فقس بيدي أفراخا جميلة سوف أجمع لهم الحبوب كل يوم وأطعمهم ليكبروا ويطيروا بسرعة أيتها الحمامة الضعيفة ألقي إلي واحدا من صغارك وإلا صعدت إليكم وأكلتكم جميعا فأنا ماهرٌ جداً في تسلقِ الأشجار. لنْ ألقيَ إليكَ صغيري أبداً، فافعلْ ما بدلك لك. سوفَ أتركُكِ اليومَ لأنَّني لستُ جائعاً، وسوفَ آتي إليكِ صباحَ غدٍ لأنفِّذَ خطّاتي. يا ربي ماذا أفعل ماذا أفعل يا ربي لماذا تبكي أيتها الحمامة الطيبة إن الثعلب مكور يطلب مني أن ألقي إليه واحدا من صغاري وإلا تسلق شجرتي وهدم عشي وأكلني أنا وصغاري جميعهم يا قليلة الحيلة إذا جاء إليك هذا الثعلب الماكر فقولي له: لن ألقي إليك صغاري، وإن كنت ماهرا كما تقول في تسلق الأشجار فاصعد إلي، فإذا صعدت طرت أنا وصغاري إلى شجرة أخرى. ها يا لها من حيلة بارعة، جزاك الله عني خيرا أيها الصديق الطيب.

تلك الحيلة البارعة أيتها الحمامة الصديق الطيب أبو قردان أيها الطائر الحكيم الذي لم أرى طائرا في ذكائه أخبرني ماذا تفعل إذا أتتك الريح عن يمينك فأين تجعل رأسك؟ هذا سؤال سهل جدا أيها الثعلب أجعل رأسي عن شمالي هكذا يا لك من طائر ذكي وماذا تفعل اذا اتتك الريح عن شمالك اجعل راسي عن يميني هكذا يا يعني لك من طائر حكيم حقا لكن ماذا تفعل اذا اتتك الريح من كل مكان فاين تجعل راسك